توتر مستمر وتهديدات متبادلة وتصعيد عسكري من شأنه أن يجر المنطقة إلى صراع أوسع. هكذا الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية التي تشهد مواجهة متصاعدة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني الذي يمتلك ترسانة أسلحة ضخمة تضم ما يقرب من 150 ألف صاروخ من شأنها تهديد كل شبر في إسرائيل. حزب الله الذي بدأ في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي إبان أحداث 7 أكتوبر وشن العدوان الإسرائيلي على غزة صعد على مدار 8 أشهر الماضية من لهجته في الهجمات العسكرية التي استهدفت الشمال الإسرائيلي باستخدام مسيرات مطورة بغتت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي التي لم تعد تميز بين الطيور والطائرات دون طيار، لأن حزب الله جعلها تطير ببطء وعلى مستويات منخفضة بين الجبال والوديان، وهو ما يشكل أزمة كبيرة تتطلب جهوداً متواصلة لتجنب حدوث أي أضرار. ولذلك قررت إسرائيل تشكيل كتيبة مخصصة لمواجهة هذه الأزمة. صحيفة معاريف الإسرائيلية أكدت المخاوف الإسرائيلية من المواجهة العسكرية الواسعة، وأكدت أن بطاريات القبة الحديدية ستشكل في الحرب المقبلة هدفاً رئيسياً لدى حزب الله من خلال المسيرات الهجومية. أما عن الجانب الإسرائيلي فارتفعت وتيرة النبرة السياسية تجاه التصعيد، وقال وزير المالية بتسل إيل سموتريتش إنه يجب احتلال أجزاء من لبنان لإنشاء منطقة عازلة بالقرب من الحدود، وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تل أبيب مستعدة لعملية قوية في الشمال. وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي خلال زيارته للمنطقة الشمالية إلى أن إسرائيل تقترب من النقطة التي يتوجب فيها اتخاذ القرار، ليقف الجميع منتظراً ومتسائلاً من قد يشعل فتيل القنبلة التي تجر المنطقة بأسرها لصراع أوسع.